إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في فيلم مكتو، مرحبا بكم معنا في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في مربع أو بحر الفقراء، يعني الجميل هنا عند بيضاوة هو هاد المسألة ديال أنه بنادم الليل وكيعوم. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا الناس كيعوموا في الليل. طيب في الليل تليحات عند الشعراء، عند واحد طالع الله عام. صراحة بيضاوة على بريج على بابا. ما بغيتش نسب لك الوالدين، حيت باينه ما عندكش الوالدين، فهمتيني؟ خير جواب، خير جواب غادي نبلوكيك، فهمتيني؟ هو غادي نبلوكيك حيت انت مينابل، باينه مينابل، فهمتيني؟ سميتك سميت انت ولكن انت ماشي انت، غتكوني خونتا، باينه انت خونتا انت. اذا كيف ما قلت بانه بداوة، فهمتيني؟ بداوة الليل ومسألة ديال العومان. لاحظوا معايا مسألة ديال العومان كتبقى في الدم، مسألة ديال العومان كتبقى في الدم عند الناس هنايا في المنطقة ديال الدار البيضاء. باينة ضي العظيم، هذه غتكون رجل في هيئة مرأة وقيلة. والله ما تعجزني. شوف الا كنتي في شكل انا كاين هنا، جي عندي انا على المباشر، على المباشر جي عندي انا، على المباشر جي عندي انا، عارفك قبيح، عارفك قبيح ونعرفك واعر. انا واقف هنا، جي عندي تكون عارفك في شكل سبع. اذا كيف ما قلت لكم مساله ديال البحر هنا ديال المنطقه هنا، الناس كتعوم في البحر في اي لحظه. كاين اللي عز عليه هذه الاجواء ديال الليل انه يعوم فيها، كاين اللي غايقول لك لا يضربوه الجنون غيضربوه، ولكن كاين اللي كتشقري انه كيعوم غير بالليل، كيستغل الفرصه انه الدنيا خاويه. حتى باين عليك مينابل، فهمتيني؟ باين عليك مينابل. حيدي خليني نقرا باش نجاوب الحمار تاعي بوه، ديك الهضره الخاويه ديال والو، خليني نجاوبو خواف. انا مرعود، انا كنتخلع. ترى اللي راجل يجي دابا انا داير لايف، انت مابقاش هاد اللايف ويجي، فهمتي؟ نعرفو قبيح وكين. خليني من الهضره الخاويه ديال هضره ورا الكلافي، راه ماشي هضره. اللي في شكل كيجي كيجي كيجي، فهمت؟ بحال دابا انت شاد لايف يجي عندك ويهضر معاك. غادي نرجع وكنعتذر للناس، الناس المزيانين، الناس الزوينين، لان عندنا لي مينابل بزاف، فهمتي؟ كاين لي مينابل بزاف، كاين الميكروبات، كاين الميكروبات، ولكن ما غاديش. محمد العماري، شكرا خويا محمد العماري، الله يحفظك، الله يحفظك اختي دعاء كذلك. واخا مرحبا جام اس اولا مارت. بلاتي تتا قول لي مينابل. دابا لا كاع لي مينابل، باي باي.
امشي ليمينابل باي باي. اختي دعاء قالت لك ما تسوقش بوزبه، الله يحفظك اختي. غير اختي دعاء شوفي، حتى حنا اختي دم ولحم فهمتي، حتى حنا فهمتي ما يمكنش. راه انت تكوني اختي دعاء انت مراق، شي مراق انت مراق، واذا دخلتي بحالك وحسيتي بشي واحد كيستفزك راه يبقى فيك الحال، عرفتي علاش؟ حيت دابا اللي راجل ولد الناس راه ملي الحاجه ما كتعجبوش كيمشي بحالاته بدون ضوضاء بدون شوشره، ما كيبانش لك كاع راه داز. كاين ولاد الناس كيدوز ما كيدويش معاك كاع. حسنا 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 مساء الخير، شكرا شكرا. كشكش موحى قالك بونسوار مسيو الفي بو، شكرا خويا العزيز، شكرا شكرا. يوسف جامع احلى قلب خويا، صافا الحمد لله خويا العزيز، تحياتي لكم، الله يحفظك اختي دعاء، شكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف. اذا كنا كنتكلموا حنا دابا شو الهضره اللي بغينا، حنا بغينا نهضروا بالعكس، كنهضروا ما كندوا على شي واحد مثلا كنقولوا بانه ما خصوش، حنا ما كندخلوش في هذا الشيء هذا، ما عمري دخلت انا في هاد الثنائيات ديال الحقاده راه كيغامر براسو، دبر راسك حياتك هذيك انت، شوف انت اللي كدير راسك. حنا كنتكلموا فقط على واحد الظاهره اللي هي زوينه، حتى حنا راه شكرا شكرا رشا ال احلى ورده اختي دعاء احلى لايك، شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم، بارك علينا غير احنا الناس الزوينين. في اتونسيون قلت لك في اتونسيون اوروكان كوم الله يحفظك خويا كشكش بوحه، شكرا شكرا حسنا، تحياتي كبير اخي العزيز، يا ربي امين، شكرا لكم بزاف. قال لك حماق كلشي مسطي الله يسترنا كتبتك بعدا بالشينويه ما عرفتش كاع السميه بعدا. عبد الرفيع عبد الرفيع البقشيش تحياتي، شكرا شكرا خويا عبد الرفيع، بارك الله فيك خويا. منير فطواكي اش فيهم راك عزيز اخويا، شكرا منير خويا العزيز، شكرا لك اخويا العزيز، شكرا شكرا. زكريا يونا ما تعاودش قبل خويا العزيز، ما عرفتكش بغيت تقول لي اخويا العزيز. المهم الموضوع اللي بغينا نتكلموا عليه اخويا هو هاد المساله جميله وجميله بزاف، ديال مسألة ديال المريض بعد الليل والناس كتعوم، جو جميل بزاف كل صراحة. أنا ما كرهتش والله العظيم، شتي أنا دابا كون ما كنتش خدام دابا والله ما كرهت نعوم بالله، الناس مهودة كتعوم في هذا الليل هذا، شيء جميل جدا. وأكيد الناس هذا راه الدرب، سعيد منار وي خويا سعيد بالفعل خويا، راه حنا الدرب هذا خويا، راه كما قلت لك وكما قالوا الإخوان بوزبال راه موجود، فهمتي بوزبال موجود، راك رد البال راسك منير خويا فطواكي، قال رد البال راسك خويا العزيز. الحمد لله شوف حاضر الله عز وجل، ولكن اللي قال عصيده بارده يدير يدو خويا العزيز، هادي حنا اولاد اولاد السيكتور اخويا فهمتي، راه قلت لهم انا اللي بغى يقصد اللي بغى يشرب يقصد العوينه، فهمتي راه ماشي مرعود خويا العزيز دير ليف وكنتخبى ومرعود وخايف، لا اللي قال عصيده بارده يجي مرحبا به، احنا على المباشر مرحبا به فهمتيني، مرحبا به، حيت حنا ما كنديروش حاجه خايبه، حنا كنعطيو واحد الصوره ديال واحد التقليد كيكون في المنطقه هنا ديال المدينه القديمه، الناس كيعوموا بالليل كيستمتعوا حيت البحر كيكون سخون بالليل، هذا هو الشيء علاش. ولكن بوزبال اللي شبعان لا دروك وشبعان المخدرات شنو كيدير؟ مخبي تحت كلافي مشارجي 100 ريال كيبدا يهضر هضره خاويه، وحشومه كاع ديك الهضره تقرا قدام ختو قدام عائلته. خويا شوف لينا معاك داك المسخ ديال الشرعي واخا هو غير شرعي باش نمحيوه من اللايف نسيني عليه. عبد العزيز خادير والله خويا ما فهمتكش بغيت تقول لي، دويتي على داك اليماني واقيلا ما عرفتش بغيت تقول لي اخويا العزيز. حسنا حسنا تبارك الله عليك راك عزيز وغالي، الله يبارك اختي حسنا، حتى انا كنحبكم وكنحترمكم وكنقدر المشاهدين ديالنا الاوفياء مشاهدين شوف تيفي. الو اشنو واقع؟ ما وقع والو خويا العزيز والو، غير امين امين. الحب تي بوشة الهبطي بوشة الهبطي بوشة، يا ربي امين خويا العزيز يا ربي امين. اكيد كاين الاخوان الحمد لله اللي كيعرفونا هنا في المنطقه مزيان، كيعرفونا حنا راه من كل فنين طرف فهمتي، اللي بغانا الجانب اللي بغانا فيه الانسان حنا موجودين،
حيت الانسان راه هو مغربي وتا هو فهمتي ولد الشعب، انت ماشي شي واحد كما كنقولوا وكنعتذر على هذه الهضره كيقول كيليميني، شي واحد كيليميني فهمتي مرعود. حنا هو اللي بغانا الدين، هو اللي بغانا، ما كاين حتى شي مشكل. اخويا عبد العزيز اليماني هو كيما عرفت شنو المشكل اخويا العزيز، والله ما عرفت. رشيد رشيد اش رشيد العز، شكرا خويا العزيز. دونجورو قال لك تحيه لك من ميلس بن حمد، شكرا لك خويا العزيز، تحياتنا للناس ديال بن حمد. ديك ستا خدامه عند دعاء والله الا خدامه سخونه سخونه اختي دعاء سخونه سخونه فهمتي، ضرب ضرب السخون وبين ضرب بنادم ضرب السخون الواعره. هي ديك خيتي ديك امراه وكاتبه على سميتها نهاد، ما عرفنا واش بصح نهاد ولا نوه ولا منهاد، حيت عيب وعار انها تكون سميتها نهاد فهمتيني، وتكون كتتكلم بديك الفاظ ديال قال لك سعيد ما نعرفش كان شي واحد ولد درب السلطان. كاينين اخويا، شوف الحمد لله، شوف قناه الشعب فيها الخوت بزاف. خويا محمد شيكوار الهبطيب وشا قال لك خصها تكون واعيه، بالفعل خويا والله هذه مخلق محمد شيكوار، احلى لايك خويا العزيز احلى لايك. انا مصطفى من كازا كنوجه تحياتي لولد الهجاجمه. كاف اني شكرا خويا العزيز، تحياتي لك خويا، تحياتنا لك وتحياتنا للناس ديال الهجاجمه خويا العزيز. هذاك اليماني بغى يفرقنا احنا المغاربه. عبد العزيز خضير والله ما عرفت الموضوع شنو هو خويا، حيت ربما ما غايب عليا. يلا شو والبارح هذا كان نيت كيهضر وكيشكر المغاربه وتكلم، نيت انتقد الجزائر على اساس انه قال لهم انتم ما حاملينش المغرب، ولكن ما في خباريش اخويا عبد العزيز والله ما عرفت. اذا كان ممكن قول لي شنو وقع اخويا، ما عرفتش عبد العزيز خويا خضير شنو وقع. قال لك العلوه مرحبا بك هنا عندنا، مرحبا شكرا خويا، تحياتي لك وتحيات الناس ديال بن حمد خويا العزيز. الهبطيب وشاكك الله يهدي ما خلق، امين اخويا العزيز. مالك مالك رضا رضا مالك واكلها، والله ما عرفتش ما عرفتش واش داوي على خونا في الله اللي ضرب السخون ولا والله ما عرفتش اخويا رضا رضا، والله ما عرفتش شنو تقول اخويا العزيز. ضرب سينيغال سعيد منار، ضرب سينيغال بالفعل خويا، ضرب سينيغال ضرب كاشبار ضرب طاليان بوسبير ضرب حمان بو طويل فهمتيني، طلع العلاوي طلع ضرب كباس طلع ضرب القنداوي ضرب حاج جيلاني طلع وانت غادي اخويا العزيز. راه احلى تحيه لهاد الناس كاملين والمغاربه كلهم، راه كما قلت يا خويا حنا اللي احترمنا الطراب ديال رجليه ما تسواوش، واللي بغى يقلل عنا العفه والعراض راه الا كان في مواجهه مباشره راه هضره اخرى، كان غادي يدير لنا الديرونجمون راه كتبلوكي تقول لي بسلامه دور مع الدوره، فهمتي كتخليه فهمتيني يمشي يقلب على شي حاجه اخرى يديرها. تحياتي لكم. اذا كيف ما تكلمنا تكلمنا على اساس انه السباحه بالليل كاين الناس اللي كيحبوها، كاين الناس اللي كيقول لك بانه كيكون في يعني المس ديال الجن ولا شي حاجه، راه الجن هو بنادم، باش نكون معكم صريح الجن هو بنادم، اما اذكر الله تعوم عادي ما كاين حتى شي مشكل. تحياتي للهجاج، ما شكرا خويا. اذا حتى لهنا غادي نهاد البث المباشر على امل لقاء بكم بث مباشر اخر، كنبغيكم بزاف 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 بزاف، وليمينابل ما كيناش بلاصتهم معنا في شوف تيفي، تحياتي لكم.